المكان فعلا يفتح النفس. ابي اصور لكم المكان وبعدها بشرح لكم ايش هو ذا بي هاب. باختصار ذا بي هاب عبارة عن مركز مساحة مشتركة. كيف يعني؟ أولا المكان يفتح النفس، مكان كلاس، مكان مرة راقي، مكان مرة مرتب. يعني مكان إذا أنا مثلا ميك اب ارتست وأبي زباين يجوني في مكان مرة مرتب، صراحة ما راح أفوت هذا المكان أبدا. الديزاين أصلا تبع المكان، أنا حتى سألتهم عن المكان وين مسويه. عموما إيش الفكرة؟ غرف مثل ما أنتوا شايفين، تجين أنت تستأجرين غرفة، تستأجرينها شهر، تستأجرينها 6 شهور، تستأجرينها سنة، اللي أنت ناسبك. الغرفة هذه تصير لك مثلا let's say أن أنت حجزتيها سنة، أخذتي هذه الغرفة سنة، خلاص الغرفة هذه صارت لك. الغرفة تجيك بهذه الطريقة، أوكي؟ يجنن المكان. الغرفة تجيك بهذه الطريقة. طبعا الحلو ان كل غرفة لها مكيف، ما هو مكيف مركزي، كل غرفة تتحكمين فيها بنفسك. راح اوريكم تفاصيل حين اكثر. احلى شيء نيجي نقول مثلا انت اخذتي هذه الغرفة استأجرتيها، طبعا هذه غرفة تستأجرينها مفتاحها عندك، اوكي؟ خلاص تصير هذه غرفتك. طبعا الحلو كل شيء فيها، حتى فيها المغسله، اذا انت مثلا ميك اب ارتست تقدرين تغسلين فرشك هنا. عجبني بعد انهم مركزين في هذه النقطه، شايفين هذه، بحيث انه حتى غرفه اذا تبين تغسلينها تقدرين تغسلينها، اوكي؟ يجي معاها الكرسي، يجي معاها كل هذه الاشياء، ويجي معاها هذه المكتبه. لنفترض مثلا انت ما انت ميك اب ارتست، او مثلا ما تبينها تكون بهذه الطريقه، وتبين مثلا هذا الكرسي ينشال، يرتبونها لك بالطريقه اللي انت تبينها. يعني مثلا تبينها مكتب، انت مثلا تبين مكتب معين، يسوون لك ان شاء الله. انت محاميه مثلا، نقول انت محاميه تبين مكتب تجينه بشكل مستمر، خلاص يسوون لك اللي انت تبغينه. بس انا اشوف بعد مره حلو للي في المجال التجميلي، مثلا واحده ميك اب ارتست، واحده تسوي رموش، واحده تسوي حواجب. مثل ما قلت لكم مرتب، تيجي الحين هنا زبونتك، يعني تيجي هنا. وعلى فكره اذا مثلا قولي عندك زبونتين، في عندكم ويتنج اريا هنا الانتظار، هنا تدخلين مع زبونتك اللي راح تسوينه، تقفلين هذه. وعلى فكرة بس يتقفل الباب عزل تام، ما كأنك موجودة في مكان فيه ناس غيرك، خلاص بس كذا تتقفل انت في غرفتك. وعلى فكرة اذا انت مثلا ما عجبك شيء معين، او تبين مثلا تزيدين هنا حاجة، تبين تزيدين هنا كنب، اللي تبينه يعني، خلاص اذا استأجرتيها خلاص هي تصير لك انت. فطبعا ترتبين مع الإدارة هنا بالمكتب بالإضافات اللي انت تبين تحطينها، تبين تحطين زرع، تبين تحطين طاولة زيادة، تبين تحطين أرفف هنا، اللي يناسبك. أنا قاعدة أشوف المكان بجوانب مختلفة، أنا قاعدة أشوف التصميم، الترازو اللي هم كواليتي رائع، روقان على الآخر. طبعا فيه أكثر من غرفة، تقريبا هنا في 17 غرفة، على حسب إيش مجالك أنت تقدرين تتواصلين معاهم، حطيت لكم رابط الإنستغرام. واللي عاجبني بعد في هذا البار، طبعا هذا كل شيء مجانا لك أنت وزباينك، تجين هنا تاخذين قهوتك، تاخذين عصيرك، تاخذين الحلى اللي أنت تبينه، كل هذا مع اشتراكك. يعني ما راح تجين تدفعين، زباينك يدخلون عندك تجيهم القهوة، يعني شيء من الآخر. بالله المكان فعلا تقولي جودي 7 ستارز. هنا الحمامات وانتو بكرامة، فيعني زبونتك اللي بتجيك let's say مثلا انت في A9، غرفتك هذه A9، نقول مثلا ما غيرت شيء من الاثاث، او نقول حطيتي لك كنبة، حطيتي لك زرعة، حطيتي لك كم رف، حطيتي لك مدري ايش، تجي هنا زبونتك، ممكن تنتظر زبونتك جوا او في الويتنج اريا اللي هو جلسة الانتظار، قهوتها تجيها، مويتها تجيها، وانت تسوين شغلي. لما اجي اتكلم عن ذا بي هاب احس يناسب اكثر شيء، يعني باعتقادي احس يناسب اكثر شيء مثلا واحده ميك اب ارتست، واحده مثلا تسوي اظافر، واحده تسوي رموش. ليش؟ كثير مثلا ميك اب ارتست تكون تسوي شغلها في البيت، فبدل ما تسوي شغلها في البيت، في بعض الزباين ترى ما يرتاحون انه يروحون بيت واحده، يبغون مكان بروفيشنال، مكان انا اروح كاني مثلا رايحه صالون، ما تبي بيت واحده ممكن تشوف اهلها طالعين ولا داخلين ولا
ما يرتاحون للبعض. وفي واحدة ممكن ما تبي برضو تستضيف الزباين عندها في البيت، تقدر تستأجر لها هذا المكان. وصراحة شيء مرة بروفيشنال، مرة مرتب، وبرضو ترتاحين مرة من أشياء كثيرة. يعني شوفي، ما راح تدخلين في موضوع بلدية، ما راح تدخلين في موضوع أنك تسوين ديكور، ما راح تدخلين في موضوع أنك تسوين صالون فلاني بالطريقة الفلانية. هذا الهدك كله أنت مرتاحة منه، موضوع كهرب ما كهرب ولا شيء ولا شيء، أنت بس تجين تسوين. إيش الشيء الحلو أنك إذا استأجرتي هذا المكان على فكرة، يعني مثلا نقول أنت تسوين رفع رموش، هم ترى ياخذون منك الأجار فقط، ما راح ياخذون منك نسبة، ما راح ياخذون من شغلك أي شيء، ما راح نهائي. ما إن شاء الله تدخلين مليون، هذا شيء لك أنت، لكن هم اللي معاهم لك أو مع منهم منك لهم فقط اللي هو الأجار. في بعضهم مثلا تكون مع صالون، والصالون ياخذ منها نسبة، تجين هنا تأجرين مكانك، ما حد ياخذ منك نسبة نهائيا، بس تدفعين أجارك اللي هو الشهري ولا نص السنة ولا الأجار السنوي. وصراحة بنات يعني صدق مكان مرتب لأبعد درجة. طبعا المكان نسائي بالكامل، ما يدخل غير النساء، وفي دور ثاني. الدور الثاني طبعا شيء خيال، حيعجب برضو ناس كثير، خصوصا اللي متوجهين انهم يسوون دورات وغيره. الحين بروح للدور الثاني وراح اوريكم، بس ستيل انا معجبة في الديكور وبقول في مثلا نروح الدور الثاني. هنا المكان اللي والله كذا نفسي اسوي انا برضو فيه دورة مكياج سينمائي. تبين تسوي دورة تدريبية، اي شيء، تسوين دورة تدريبية، انت تسوين شعر، تسوين دورة تدريبية، اي مجال، اي مجال انت تبغينه. اولا كلاس ويفتح النفس، اذا انا مثلا ابي اسوي دورة تدريبية وهذا المكان اللي بدرب فيه، والله انه شيء واجه ويفتح النفس. الحاجة يعني خدمات كاملة مكملة. تبون الطريقة بهذه الطريقة، تاخذين هذه الغرفة. طبعا هذه الغرفة على فكرة ما تستأجرونها بالسنة، هذه تستأجرونها بالساعة. مثلا انت تبين تسوين دورة لمدة 3 أيام، تقدرين تستأجرينها. تبين تسوين دورة لمدة يوم 6 ساعات، يعني الغرف هذه حقات الدورات تستأجرينها بالساعة، وش از مرة شيء حلو. ممكن مثلا هذه غرفة التدريب هذه لأي شيء، أي مجال، ولكن طبعا نساء فقط اللي يدخلون هذا المكان. يعني مثلا هذه الطاولة تقدرين تاخذينها كاجتماع، تقدرين تستأجرينها ساعة، تقدرين تستأجرينها ساعتين، تكون اجتماع ميتينج روم، صح؟ إيه. وبرضو تقدرين تاخذينها as a workshop. يعني مثلا إذا في شركة معينة تبغى تدرب موظفينها، تقدرين أنت ويا هذه الشركة المعينة تاخذون هذه الغرفة. المكان جدا راقي وجدا مرتب، تاخذين هذه الغرفة تسوين فيها اجتماعك، مهيئة لك، رائعة جدا. تبين تاخذين هذه الغرفة أنت مثلا تبين تعلمينهم على المكياج، مثلا دورة مكياج، كل شيء متاح لك للشعر. فون يعني حتى الأشياء المتيسة، تقفلين هذه الستارة، تقفلين هذا الباب، ورد عندك هذه شادي للشعر برضو اللي هي هير ستايلست مثلا وتبغى تسوي زباينها، تقدرين أنت تستأجرين. طبعا هنا الاستئجار مو بالغرفة، الشعر طبعا هنا مهيئين تهيئ كامل، يعني الشفط فيه جدا عالي وعازلينه عن تحت بحيث يكون هنا فيه هدوء. وطبعا فيه عزل وفيه شفط جدا عالي بحكم أنه هنا شعر. مثلا أنت تسوين تسريح، أنت تسوين مثلا معالجات للشعر، أنت مثلا تسوين قص للشعر، أي شيء تجين تستأجرين لك. طبعا أنت راح تستأجرين هذا المكان لك، هذا لك أنت وزباينك، نقول أنت نوف، هذا لك أنت مع زباينك، وهذا هنا أغراضك. وطبعا تستأجرينه مثلا شهر ولا 6 شهور ولا سنة. هنا مثلا ممكن تنتظرك الزبونة، وهنا اللي هي حق غسيل الشعر. فعلا فعلا هذا المشروع اللي أقول فيه خدمة، فيه احتياج، فيه طلب. يعني أنا بدل ما أروح أفتح صالون ولا أروح في صالون معين وأقول لهم بسوي عندكم مثلا شعر، أنا مرة شاطرة مثلا بالشعر، أو مثلا أنا مرة شاطرة بالتظفير الجدايل مثلا، في كثير ما يجون للبيوت. يعني مثلا واحدة، أنا مثلا من الأشخاص تقولين تعالي للبيت، بتحسس شوي أخاف من أهل البيت صراحة. فإذا مثلا أنا أخذ لي هذا المكان، أستأجر لي هذا الشيء وأجيب زبايني فيه، وهم ما راح يأخذون مني نسبة. يعني دخلتي 1000، دخلتي مليون، فيك يأخذون منك فقط الأجار الخاص فيهم وزباينك أنت. وطبعا مستيكون عندك جدول
طبعاً ما نسوكم يا المصورات، المكان هنا يجنن، مجهز بالكامل للتصوير. أنتي مثلاً مصورة نفس الشيء، تبين تصورين زباينك هنا، تقدرين تستأجرين هذا المكان بالساعة. عندك جلسة تصوير، أنتي مثلاً بلوجر، أنتي مثلاً انفلونسر، تبين تستأجرين مكان تصورين فيه، تجي مصورة معاك تستأجرين هذه الغرفة بالساعة. صراحة شيء خيال، يعني بدل ما تروحين تستأجرين استوديو كامل، تستأجرين هذه الغرفة عندهم. أو مثلاً لتسي أنت جيتي هنا سويتي شعرك، سويتي مكياجك، تجين هنا وتصورين والمكان يجنن صراحة. يعني حتى الأشياء اللي هم طالبينها، جايبين أشياء من برا وأشياء مرة مميزة، مكان راقي، في أكثر من خلفية هنا. أنا في الدور الثاني، شيء مرة عاجبني المكان على فكرة. اللي مصمم المكان واللي منفذ المكان مرة عاجبني تصميمها وتنفيذها، اللي هو شركة أوتلاين اللي هي مها الحبيب. صراحة شيء خيالي، حتى في فيديو بوريكم إياه كيف صار هذا المكان. المكان اللي أنا كنت فيه The Bee Hub، طبعا هذا موجود في حي الربيع، صراحة بعد مكانه مرة مرتب.